فارقا ورحمة لجميع الناس أرسله ففاز فوزا عظيما من تولاه. صلوا عليه. التاريخ صورة جلية للمعاني عن بيعتك يا علي صارت بأحسن روى. التاريخ صورة جلية للمعاني روى عن بيعتك يا علي إن سارت بأحسن روى. إصباطعش مصدر من البشر الحقك روى ساكن الدير اعترف لك والسكن بيعا ساكن الدير اعترف لك والسكن بيع انت التجارة السرى بيها ربح بيع بالموت ما تنجحهم للموت لك بيع يا من غديرك لعظام العقيدة روى علينا علينا الليلة هلة الفرحة ليلة هلة الفرحة علينا علينا بغدير الخم صبح مولا ليلة هلة الفرحة علينا علينا بغدير الخم صبح مولى علينا بدين الله على العالم بدينا الله على العالم علينا علينا خلي نكبر الهل السوية خلي الهل نكبر سوية. والسلام عليكم. أيها الإخوة المؤمنون، لقد أوضح الإمام عليه السلام بكل جلاء نظرية الإسلام الإنسانية
التي تترفع عن التعصب الذميم مهما كان لونه. فقال عليه السلام لواليه مالك الأشتر: الناس صنفان، أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. فما أروعها من كلمة أراد بها أن يصحح مفهوم الناس عن الدولة الإسلامية. فليست الدولة الإسلامية أداة استعباد لغير المسلمين، وإنما هي رعاية للأخوة الدينية والإنسانية. إن عليًا عليه السلام بلغ هذه المرتبة الرفيعة لأنه كان مسلمًا طبق أحكام الإسلام على نفسه، فأصبح إمام المسلمين وإمام الخالدين. أيها الإخوة المؤمنون، إن من يوالي هذا الإمام العظيم لا يوالي اليهود والنصارى والذين أشركوا، ولا يبيع عليا وإسلامه بالثمن الأوكس. أيها الإخوة، في ختام حفلنا هذا نشكر الأخوة الحضور الكرام، ونسأل المولى عز وجل أن يجعلنا من الثابتين على نهج علي عليه السلام، المقتفين أثره، المناصرين له، المعادين لأعدائه، الثابتين على ولايته. لا تزعزعنا الأهواء والشهوات والمناصب والملذات. اللهم ثبتنا على دينك ما أحييتنا، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. اللهم انصر من نصر عليا واخذل من خذله، واجعلنا من النمرقة الوسطى الناجية في حبه، لا مغالين ولا ناصبين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.